وحطيت الغول بقرطاسة، جاتوا في الدماغ، ما عرفوا لا الرجال اللي ضربوه ولا البوليس. الله على راحة، هكذا ما غاديش يعترف لا عليا ولا على البوس. من بعد مقاومة طويلة بالسلاح لخلفات دماء كثيرة ما بين أطراف العصابة، قدر البوليس ينجح في محاصرتهم والاعتقال ديالهم، ومن بعد حلوا على هادوك الباب اللي كانوا مختطفين، وأنا درت فيها درويشة وبقيت مخبية حتى كيوقف عليا شي واحد بالي غير طباطو. عليت فيه راسي وأنا نقول في خاطري بسم الله ما شاء الله، أشهد الزين، هذا إلا كان بوليسي غنعترف له بكل شي. وأنا مازال في صراع داخلي وهو يقول مدموزيل أري إيدك باش تخرجي. أنا كنت مزيرة في هذاك القنت، ما قدرتش نتحرك، وهو يعاود هدرته مدموزيل راه معاك داوي، راه ما عندي ليك وقت، يلا غدا نجاوب. وهي تجديك المرأة ديال قبيلة كتجري، قالت غير بشوية عليها راها مازال مصدومة، داك الكلب كان غيديها يغتصبها كون ما جيتوش في الوقت المناسب. بديت كنبكي وكنقول بابا بغيت بابا، وهو يقول غير خرجي وغنجيبو ليك باباك. قلت لا بغيت بابا، قال وخرجي راه ما عندي خاطر. قالت المراه ولدي شويه على البنت، اجي يا بنتي معايا اجي. مديت ليها ايدي وخرجت عندها، طرق كلها وانا كنتغبن ونعيط بابا. ولكن لاحظت واحد الحاجه، انا ماشي في مدينتي. المهم بقيت مرونة الدنيا، وجا الباص وخرجني من بعد ما خداو الاقوال ديالي. وصلت كيف الشعره من العجين، ومع انا خارجه وهو يعيط لي داك المريض، قال اختي سمحي لي راه عندي ظروف كتار منك. والله انا ما عرفتش علاش عز عليا وانا نجبد لكارت فيزيت ديالي ومديتها ليه. قلت له هاك الا احتاجيتي تفش قلبك انا معاك. قال علاش الصمرات حنان؟ قلت له الكحلات قباح، وهو يقول كنت عارفي قيمتهم ما تقوليش هكذا. قلت له نخليك دابا. المهم البوس غير وصلنا للطوموبيل وبهدلني معيور وسبان، ومورها مشينا للوطيل حيت كنت في الصويرة. فقت الصباح وانا مدقدقة وعظامي مهرسين عليا، وقفت في البالكون كنتفرج في الدنيا. واحد شوية اتصل بيا البوس، قال صباح الخير. قلت له صباح الخير يا سيدي، وهو يقول صباح الخير مايا كيف بقيتي؟ قلت الحمد لله. قال لي مايا راه خاصك تغيبي على الانظار واحد شويه على ما ينساوك البوليس. وانا نقول فين تبغيني نمشي؟ قال احسن مكان هو في جنبي، شوفي انا غادي نمشي لاكادير الحفل ديال ولد خويا ولا جنرال، علاش ما تمشيش معايا؟ منها تفوجي ومنها تبعدي على الانظار. قلت اوكي فكره زوينه، وهو يقول لي يلا وجدي راسك نفطر ونمشي. خرج الباص وانا مشيت فطرت ودخلت دوشت وشعلت التليفون، لقيته مبلوكي بلي زابيل ديال ماما وسامي، واحد الرقم ما عرفتوش وفردوس. اتصلت بسامي هو الاول حيت ديما عنده الملخص لكل شيء، عاود لي على شنو جرى في غيابي، وقال لي ان ماما كانت غدا تحماق عليا، وقال لي ها راجاتني شي خدمه على غفله ومشيت. كملت معاه الهضره ورجعت اتصلت بمها، قالت بنتي فين مشيتي؟ راه بلنا عليك بالتقلاب، عرفتها غدا تبدا لونكيت وانا نزرب عليها. قلت راه جاتني شي خدمه ومشيت، مع مشيت للعروبيه بلا ما نعلم واحتاجوني، وراكي عارفه الخدمه ما كتسناش، اما بخصوصك انتي الشيفور غادي يجيبك. قالت ماما الله يرضى عليك بنتي راه انا غدا نطول شويه، عمك محسن غادي حماق، ما حيلتو لمراته اللي ماتت، ما حيلتو لولدو اللي جمع ساكو زاد، ما عرفو فين، قال الخدمه عيطو عليا. قلت الله يصايب ليه. المهم من بعد نهضر قطعت مع ماما، وبقيت كنفكر في سفيان فين مشى. شويه نفط راسي منه ينتحر كاع انا مالي، نط لبست عليا وخرجت، نيت ما عندي حوايج ما نجمع. خرجت وجلست في الكافي كنشرب قهوه حتى وقف عليا البوس بطوموبيلته وشدينا الطريق. وعند سفيان قال له صاحبه نبيل، وانوضه صاحبي راك خمرتي. قال سفيان
وخطاني عليك، راه باقي فيا النعاس، قال نبيل. نود راه سنين ما تشوفنا، ومن اللي تشوفنا وانت ناعس. اجي ارتاحيتي بعد شوية، قال لي سفيان. شكرا اخويا حيت جبتيني معاك، راه كنت غادي نحماق. وهو يقول نبيل، ايوا دابا عاود ليا. من نهار خرجت من الطوار، نبيل كان صاحب سفيان وكان كيعاود له كل شيء، ولكن رحل بحكم العمل تاع بابا. ومن بعد سنين جا للدوار ولقى الموت ديال ماما سفيان، وسفيان حالته خايبه، داكشي علاش جابو معاه. سفيان قال، شنو غادي نقول لك، مورا ما مشيتي بشي شهور رونق اللي كان الوالد باغيها ليا اضغط عليا باش نتزوجها، وانا رفضت، وهي سمعت كل شيء. الغد ليه جمعت حوايجها ومشات لكازا. من اللي مشات فرحت من قلبي حيت تهنيت منها، ولكن شوية وتنادم معايا الحال من اللي وليت كنحس بالفراغ بلا بيها، من اللي كان وقع في المشاكل وما كنلقاهاش جنبي، كانت كتدافع عليا، كاع داكشي اللي كنت كنتقلق منه وليت كنتمناه. بقيت على داك الحال حتى النهار سمعت أن ولد الشيخ قدم للبوليس وقبلوه. عجبتني الفكرة وقدمت حتى أنا وتقبلت. دوزت عام وطلعت برتبة عميد، ولكن ديما كتجي في بالي رونق، ايش كدير وفين غدا تكون؟ قال نبي، علاش ما قلبتيش عليها؟ وهو يقول سفيان، راه خفت نلقاها ونلقاها مع شي واحد اخر ونحماق حيت ضيعتها. وحتى في جنازة ماما الله يرحمها جات، ولكن دغيا مشات وكاع ما شفتها. نبيل قال، زعما كون شفتيها كون طفرتيه، انت كنتي كيف الموتى. قال سفيان، الحمد لله صاحبي ملي جيتي وخرجتيني من داكشي اللي كنت فيه، ولكن وقعت ليا واحد الحاجه في شي شكل. قال نبيل، خير ياك لاباس. وهو يقول سفيان، ديك الماموريه اللي مشيت ليها البارح شفت فيها واحد البنت سمراء، جادبت ليها، ما عرفتش واش غير فكراتني في رونق ولا حيت عجباتني. وهو يقول نبيل، مزيانه سيدي، نوض نشوفو شنو غادي نلبسو في العشيه، راه ايمن عنده حفله في الليل. قال سفيان، كون غير عفيتيني. وهو يقول نبيل، والله ما تنوض حتى نوريك، قالك نعفيك. قال لي سفيان، ها هو نايض. ناض ودوش وخرجوا بجوج وتقداو شي تخربيق ورجعوا. وعند رونق قالت، وصلنا لأكادير ومشيت ارتاحيت في البيت اللي خصو ليا الباص، وفي العشيه خرجت درت شوبينغ، شريت شنو غدا نلبس في الليل، ورجعت قديت حالتي، لبست ودرت مشيطة ودرت مكياج خفيف. عيط لي البوس وقال، ما يا فينك؟ قلت له، هانا سيدي. وهو يقول البوس، اوه جيتي زوينة. قلت له، شكرا. وهو يقول، سمعي انا باباك اوكي؟ قلت له، واخا. قال، يلا هبنتي. ابتسمت وقلت، اوكي يا بابا. وتفكرت بابا وقلبي تسيار، كون بقى عايش كون ما وصلتش لهذا الشيء، ولكن الحمد لله على اللي عطى الله. خرجنا انا والبوس وركبنا في واحد الليموزين واعره، وعاد من الداخل واو، تاجهنا للوطيل اللي فيه الحفله. كان حفل ضخم مليء بالشخصيات المهمه في البلاد والاشخاص المرموقين في المجتمع. دخلنا انا والبوس مشادين، بقينا كنسلموا على هذا وهذا، والبوس كيقدمني على اساس انا بنته. كاين شي وحدين تلاوني بعينيهم، بقيت واقفه بوحدي من بعد ما مشى البوس مع شي رجال، وبقيت ندور في عويناتي في هذاك الحفل اللي رغم فخامته الا ان الملل كان سيد الموقف. عييت وراسي ضرني وانا نخرج، بقيت غاده وانا نلقى واحد الجريده فيها واحد الزعلوله، جلست فيها وشعلت كارو، بديت كنتحرك بشويه وكنكني الكارو الاول الثاني الرابع، ومعاه الزيت الخامس نشعله، وهو يوقف شي حد وشد ليا يدي، قال، بارك عليك راه ما مزيانش لصحتك. وخا كان الظلام قدرت نميز عضلاته وملامحه المغرية. قال، ممكن نجلس؟ قلت له، اه تفضل. وهو يقول، حتى انتي مليتي من الحفلة؟ قلت، اه راه تخنقت فيها وراسي بغي يطرطق. قال لي، اه عليها كنتي كتكمي بشراها، راه من قبيلة وانا حاضيك. قلت لي، وعلاش؟ وهو يقول، والو غير بنتي ليا جالسة وبقيت كنشوف فيك.
وهو يقول أنا العميد أمير. قلت له وأنا رئيسة شركة جاكوار سوزي. قال الآنسة سوزي بنت سي برادة. قلت له آه. وهو يقول أنت اللي تخطفتي البارح. قلت الصحافة نشروها، أنا اللي تكلفت بالقضية ديالك. قلت آه أنت اللي كنت البارح، شكرا بزاف، البارح كنت متوترة ونسيت نشكرك. وهو يقول لا هذا واجب. قلت لي واجبك لهنا؟ قال لي جيت على قبل نبارك لصاحبي، أما أنا خدام في كازا. قلت له ولكن البارح كنت في الصويرة. وهو يقول رحيت ديك القضية ديال ديك المافيا أنا اللي كنت مكلف بها. قلت آه أوكي دابا عاد فهمت. بقينا كنهضروا مدة طويلة، ما عقلتش شحال ديال الوقت، المهم هدرنا. الصراحة ارتاحيت معاه وما عرفتش علاش حسيت به مألوف وارتاحيت ليه. بقينا كنهضروا حتى صونا ليا البوس وقال لي نمشي. وقفت وقلت له تشرفت بمعرفتك، غدا نخليك. قال لي حتى أنا تشرفت بك، ممكن تعطيني رقمك؟ قلت له آه علاش لا. وعطيته لي، أعطيته رقمي وعيط لي وقال وقيدي رقمي. قلت له أكيد يلا بسلامة. فقت في الصباح لقيت ميساج من عند أمير قيل لي صباح النور. جاتني في شكل كاتب لي صباح النور ومعها الورد. جاتني في شكل، ماشي ديما كنصبح على كلمة صباح الخير والورد، موالفة كنفيق على ماما كتنقول ألو ديرها تعطلتي على خدمتك، تحركي راكي خمرتي. أو لا على سامي، لا لا مايا نجيبو لك العملية للدار حسن، جمعي راسك راه تعطلنا على موعد التسليم. يا عجبه، أول مرة غدا نفيق على هاد العجب، إحساس زوين. جاوبته وكتبت له صباح الخير أمير كي داير؟ وهو يجاوبني في البلاصة الحمد لله وانتي؟ كتبت له بخير وانت اش كتعاود؟ قال والو اش عندك اليوم؟ قلت حتى حاجة. وهو يقول اش باليك نخرجو نتسهراو؟ قلت لي اوكي بحرة دورني في أكادير. وهو يقول راه انا براسي ما كنعرف حتى بلاصة. قلت لي وزوينة هادي اجي نديرو حل. قال شنا هو؟ قال امري. قال لي امري. قلت له نخرجوا نتساراو ونديروا جي بي اس. وهو يقول صافي واخا من هنا نص ساعه غادي نكون عندك. قلت له لا نتلاقاو في الكافي. وهو يقول اوكي. كملت معاه ولبست وهزيت طوموبيلتي، خرجت نيشان الكافي اللي اتفقنا عليه. غير وصلت ولقيته جالس كيتسنى بكامل اناقته، لابس سبور وشعره طالع واللحيه متراسيه والعينين واو كيحمق. قلت له بونجور مسيو امير. وهو يقول لي بونجور مادموزيل سوزي. قلت له المهم بقينا كندورو، مشينا لبزاف ديال البلايص وشبعنا سيلفيات، المهم تسارينا مزيان ما رجعنا حتى الليل. قلت له ها احنا وصلنا، شكرا بزاف احسن يوم في حياتي. قلت له حتى انا. وهو يقول حتى الغدا ونتشوفوا. قلت له باقي طامع في غدا؟ وهو يقول عندي سيمانة وما كرهتش ندوزها معاك. قلت لي أكيد يلا باي. مشى وطلعت أنا نعست. فقت في الصباح دوشت وعيت على ماما ولبست عليا، أهبطت ولقيت البوس كيفطر. قلت له صباح الخير وبالصحة الفطور. قال زيدت فطري. جريت الكرسي وجلست. وهو يقول لي البوس كيف جاتك أكادير؟ قلت له واعرة ولكن ولفت الخدمة، الصراحة كنت تخنق بلا بيها. قال لي وراكي وجهت مارة. قلت له لا راك كنلقى راحتي فيها. وهو يقول في الميناء غدا تكون واحد الشحنة ديال سلاح غدا تدخل وكنت غادي نشرف عليها بنفسي، ولكن انتي كتار من نفسي وبما انك توحشتي الخدمة تقدري تمشي انتي. قلت ليه واخا. وهو يقول راه كنقول ليك انتي مبدلة على الباقي، راه الرجال وملي كنقول ليهم الخدمة كيقلبوا وجاههم. قلت له أنا بالعكس كان ارتاح. وهو يقول على بال ما يجي الوقت يلا يمشيوا نديروا شوبي. خرجنا أنا وياه وركبنا في الطوموبيل، مشينا ديريكت المول، كانوا الكارد مورانا. وصلنا وغير هبطنا بقى كل شي كيشوف فينا،
دخلنا مشادين بحال بنت وباها. تمنيت كون كان بابا عايش ويشد فيه. المهم بقينا كنختار. الصراحة استمتعت، ولكن ما عرفتش علاش كنحس بشي حاجة ناقصاني. غير كندور وكنفكر في أمير، وقلت مع بالي يمكن حيت وعدتو نخرجوا اليوم. ماشي مشكل، نتصل بيه. درت ايدي في الجيب وما لقيتش التليفون، نسيته وقلت حتى للدار ونتصل بيه. كملنا الدوران وشرى ليا البوس بزاف ديال اللبسات، منهم اللي عجبني ومنهم اللي غير خسر فيه رزقه. المهم كملنا شغلنا ورجعت للدار. طلعت لبيتي ولقيت التليفون عامر بلي زابيل من عند امير، ومع غادة نتصل بيه وهو يجي البوس. دق وقلت له دخل. قال مايا وجدي راسك، راه الشحنة وصلت وكاين خطر انها تطول في المرصة. قلت له جوج دقائق ونكون معك. لحت التليفون وهزيت حوايجي لبستهم، اهبطت كنجري وقلت له سيدي هنا واجدة، وهو يقول بالتوفيق. خرجت كنجري وركبت في الطوموبيل كثيري ديريكت المرصة. اهبطت وبديت كنشارجي في السلاح في الكميون. حتى قربنا نسالي وهو يجي عندي واحد من اللي قال. قال مدموزيل. قلت له شنو ياك لاباس؟ قال لي راه كاين شي حد زايد هنا. قلت كيفاش؟ وهو يقول راه حاسين بشي حركه اضافيه هنا. قلت لي جلسوا نتوما هنا وشارجيو هادشي وكملوه دغيا، وانا غدا نمشي نشوف. خديت جوج من لي غارد ومشيت من جهه اللورانيه. وقفت وانا يبان ليا شي ثلاثه واقفين كيراقبوا بالمكبر. هزيت سلاحي وتقصدتهم باش نصفيها لوالديهم، ولكن غير وصلت ليهم وتصدمت. كان امير مع جوج درجال مراقبين السفن، غير سمعوا الحس وهزوا السلاح. ومع احنا اللي كنا ضاربين فيهم الضو كاع ما كنا كنبانو، وهما غير شافوا الضو وهما يهزوا السلاح. واحد منهم ضرب قرطاسه حدايا، تحنيت الارض، ولكن كان خاصاني طريقه باش نلاهيهم على ما تسالي الشحنه. ومع بال لي يا امير اكيد الا طبوحت عليه غادي تلاها. طحت الارض وبديت كنبكي كنقول ما تقتلونيش. وهو يقول امير روزي اش كنديري هنا؟ كنبكي وكنقول له بعدو مني انا ما درت والو. وبديت كنضرب ايدي ورجلي. امير قرب ليا باش يعنقني وقال روزي تهدني. بقيت كنبكي وقلت امير قول لهم ما يقتلونيش انا ما درت والو. بقى كيهدن فيا وكيسكت فيا، وحسيت بالشحنه غدا تكون داست. عاد درت راسي برد. وهو يقول امير اش جابك لهنا؟ قلت له مشيت للمرسى وبغيت نتسارى وتلفت في هذا الليل، وانت عارفني ما كنعرف حتى بلاصه هنا. وهو يقول صاحبه هذيك الساعه دير الجي بي اس. قلت تليفوني بقى النهار كامل في الدار، نسيته ملي خرجت. وهو يقول امير اه بالصح النهار كامل وانا كنصوني ليك. بديت كنرمش في عيني. قلت واش كديروا نتوما هنا؟ قال امير وصلنا خبر انه شي عمليه ديال السلاح غدا تدخل، وعيينا نراقبو وما شفنا والو. وهو يقول صاحبه باين ان داك سيف كيدوخ علينا. قال امير اه بالصح خاص نرجعوا باباه للحبس. قلت ليهم كيفاش كيدوخ عليكم؟ وهو يقول امير هذا واحد البعلوك كان خدام مع المافيا وشديناه، وقال لينا غنعطيكم معلومات، ولكن الخبر اللي جاب ما كانش منه. هذه تاني عمليه كيقول لينا عليها وكتكون كدو. قلت اذا راه غير كيضحك عليكم. وهو يقول صاحبي غدا يصبح كيتبرد. امير قال يلا نمشي. مشينا انا وامير ووصلني للدار ومشى. دخلت للدار وانا في قمه الغضب ديالي، واللي لقيتها في طريقي كنضربها. كان البوس هاز كاس الويسكي وجالس مقابل معايا وما دار حتى شي حركه، اكتفى انه يراقبني. حتى تهدنت وهو يقول مايا يا مايا انتي الوحيده اللي ما نبغيكش تقلقي حيت كتفكريني ببنتي الله يرحمها. مالكي اشنو اللي معصبك؟ ياك العمليه دازت بسلام، اشنو اللي غادي يخلي اميرتي تقلق هكا؟ امر يا مايا اللي بغيتيها ننفذها. اللي قلقك هذا اللي قلقك راسو نقطعولو. قلت لا انا اللي غادي نقطعولو شمات الله. وهو يقول البوس ياك ما امير. قلت ليه عقلتي على داك البرهوش اللي تشد في الحبس وخرج دغيا وقال لينا راه ما لقاو ضدو حتى شي دليل وطلقوه ورجع خدم معانا. وهو يقول البوس سيف الدين لا؟ قلت له هذاك ما لاحظتيش من نهار خرج
والبوليس حاطين علينا. وهو يقول الوصف ياك ما هو، وانا نعود ليه كل شيء. وعاودت له قاعدك الشيء اللي قال امير. البوس اضرب الكاس اللي كان في ايده مع الارض. وهو يقول الكلب الاخر يلعب عليا، انا غادي نحيه من على وجه الارض. وانا نقول له قلت له لا راه قلت ليك امير اللي قالها ليا، يعني الى مات غيعيقوا بيا، انا عندي بلان حسن. قال لي البوس يلا طلقيني شنو عندك. وانا نقول بما انه ما جابش المعلومات للبوليس وهما شكوا باللي غير كيضحك عليهم، غدا نصيفط واحد جوج من رجالي يقولوا ان السيف حرق اليوم، هكذا ما غاديش يلقاوه وغنديوه للديبو نتهلاو فيه. وهو يقول لهم راه هاد الشيء هو اللي مخليك حسن من اي واحد عندي، ذكاءك مالي، ولكن الكلب انا اللي غادي نتكلف فيه. قلت اوكي انا غدا نمشي للناس. طلعت الناس والبوس تكلف بسيف الله يرحمه. نعست ما فقت حتى الصباح على صوت داك المشقوف كيصوني. مديت يدي وجاوبت بلا ما نعرف شكون، بديت كنعاير حيت ما كنحملش اللي فيقني من النعاس، حتى كنسمعو كيضحك. وانا نقول الله ضحكوا بهم هدومينا. قاطعني وهو يقول سمحي ليا والله ما كنت عارفك نعسة. توقفت وقلت امير كي داير. وهو يقول وراني جديد من ورا هاد التصبينة. قلت له اسمح لي ما يحساب ليش انت. قال لي عادي ماشي مشكل، اتصلت بيك باش نشوفك كي بقيتي من البارح، ابقى بالي معك. شكرته وقلت له راني لاباس. وهو يقول الحمد لله سمحي لي نخليك دابا خاصني نمشي، غادي نخرج مع صحابي نصيدوا الحوت، ما كرهتش نقول له اديني معك حيت كان حماق على الصيد الحوت، ولكن خاصو هو اللي طلبها مني. بقيت كنفكر وهو يقول الو كتسمعيني. وانا نقول له كنسمعك بصحتكم وراحتكم يلا بسلامه. قطعت عليه وما بقاش بغي يجيني النعاس. نط ودوشت ولبست، فطرت وخرجت للجرده وبقيت كندور، ودخلت وطلعت الفوق ورجعت هبطت لتحت ورجعت تاني طلعت وهبطت. بقيت كندور حتى خلعني الباص وهو يقول شنو تشري ولا لا. تعجبت وقلت اش غدا نشري. قال البوس الفيلا اللي من الصباح وانتي كدوري بيها عجباتك شريها مني. قلت رقنات. وهو يقول نخرجو. قلت له لا ما بغيت. وهو يقول لي ايوا شدي شي فيلم وشدي الارض. قلت ليه صافي داكشي اللي غدا ندير. جلست كنتفرج في واحد الفيلم وكناكل وما عرفتش اش كنت كناكل. شويه حتى دخل امير وانا نقول امير اش كدير هنا. هو يقول هذه هي مرحبا. قلت له جلس مرحبا. قال لا انتي اللي لبسي ويلاه معايا. قلت له فين. وهو يقول اصحابي اللي كنت غادي نخرج معاهم جاهم شي شغل على غفله وقلت نخرجك معايا نصيدو. قلت له اوكي. طلعت كنجري لبست وهبطت وانا نقول له يلا نمشي. خرجنا وركبنا في طوموبيلته تاجهنا للبحر ولقينا اليخت كيتسنانا. ركبنا ومشينا لوسط البحر وبدينا كنصيدو. وهو يقول لي يا امير ما يحساب ليش كتعرفي تصيدي. قلت لي كنت كنخرج مع البوس وهو اللي علمني نصيد. وهو يقول لي يا امير شكون هو البوس. قلت البوس هو بابا. قال امير وعلاش كتقولي ليه البوس. قلت من اللي عقلت وهو اللي كيعلمني كل شيء. وهو يقول امير مزيان. دوزنا داك النهار واعر لعبنا وضحكنا وفي الغد مشينا لواحد الريستو تعشينا وكل نهار كنمشيو البلازا. والنهار الاخر فقت على صوت التليفون وكان امير. قال لي يا راه وجدت واحد البروغرام واعر. وانا نقول له ايش فيه. قال لبسي وخرجي راني برا. لبست وخرجت عنده لقيته واقف كيتسناني حدا طوموبيلته. ركبت وبقينا غاديين حتى وصلنا لواحد الجبل. قلت له فين غادي بيا. وهو يقول خاطفك اميرتي غادي نديك لواحد البلاصه واعره. قال دوري نغمض لك عينيك. وانا نقول هاد الشي فيه التغمض. درت وغمض لي عيني بواحد الزيف وبقينا غاديين شي نص ساعه وحبسنا. قال صافي وصلنا اري ايدك. مديت له ايدي وهبطنا
وحل لي عينيا وهو يقول يلا دابا شوفي، عجبني المنظر زوين وواعر. نقصت عن نقطه بلا ما نحس ودرت كنت منظر وهو بقى مصدوم. قلت اياك هادي غير ما كتعرفش البلايص في اكادير. قال راه هاد البلاصه شفتها في يوتيوب وقلت غدا تعجبك، داكشي على جبتك لهنا وبغيت نخلي اخر نهار لينا يكون مميز. قلت ليه بالصح واعره هاد البلاصه. بقينا كنتصورو ونضحكو ونهضرو حتى طاح الظلام ورجعنا. وفي الغد هو مشى لكازا وانا دازت شي يومين وتبعته حيت هبل ليا راسي برجعي رجعي. وبقينا كنخرجوا مره مره، اما ماما باقي ما رجعت من العروبيه وفين ما كنتصل بها كتقول لي قريبة رجع، راني مقابلة عمك محسن صحته راه الدهورات. الخدمة كانت غادة مزيان. وحتى الواحد النهار تصلت بأمير ما كيجاوبش وحطيت التليفون ودخلت دوشت. وملي خرجت لقيت التليفون مطرطق بلي زابيل من عند ماما. قلت الله يسمعنا اخبار الخير. عيطت ليها وقلت سلام ماما ياك لاباس. وهي تقول ماما كتبكي وقالت بنتي مشى مشى. قلت ليها شكون اللي مشى ومالك اللي كتبكي؟ وهي تقول عمك محسن مات مات مسكين، كان بغى يشوفك انتي وسفيان في الليل وقلنا له حتى الصباح وقبيله مشيت لعندو ولقيته كيشهق. قلت صافي باركه من البكا انا جايه. وهي تقول ماما راه غنتسناوك انتي وسفيان باش ندفنوه مورا صلاه الظهر. قلت اوكي حاولي على صحتك انا جايه دابا. قطعت على ماما واتصلت بامير نعلمو باش ما يبقاش مشوش، ولكن التليفون ديالو طافي. شديت الطريق للعروبيه وصلت حتى على عين الظهر، حطيت الطوموبيل وهبطت كنجري. مع الدخله بان لي عمي محسن مكفن ودايرين به الناس وشي واحد كيعيط بابا وكيبكي. عرفت سفيان، قربت باش نشوفه وانا نتصدم. قلت ما يمكنش هذا امير، امير امير هو سفيان. وقلت في خاطري تبتي مالكي واش دابا ولا كيبان لك سفيان هو امير؟ لا ما يمكنش. رجعت باللور وبقيت كنشوف سفيان اللي كان كيبكي. قال علاش بابا مشيتي علاش؟ كون غير تسنيتيني حتى نودعك. واش مشات ماما وتبعتيها انت لما خليتوني؟ كون غير ديتوني معاكم. ماما كتقول لي الله ها ولدي صبور صبور ولدي الله يرضى عليك. بقيت كنشوف داك المنظر وانا نسلت قبل ما يشوفني شي واحد وكسيريت. ما حبست حتى لحدا المقبره ودخلت لعند قبر بابا. بديت كنبكي وكنقول له بابا علاش مشيتي وخليتيني؟ من نهار مشيتي وانا حياتي اللور راه ما خلى ما جرى لي. وخا هكاك رجعت وقفت على رجلي وحققت ذاتي. ونهار قلت غادي ندير صديق واحد بحال الناس طلع هو الولد اللي رول لي حياتي ورفضني وخرج عليا. علاش هاد الشي كامل كيجرى لي؟ مازال كنهضر مع بابا حتى شفت الرجال جايبين عمي الحسين لقبره. نضت ومسحت دموعي بالزربه وركبت في طوموبيلتي وقفت من بعيد وشفتهم كيدفنوه ومعهم سفيان. واستغليت الفرصه ومشيت عند ماما. وصلت عندها وسولتها كي دايره ماما؟ قالت الله بنيتي الله فين تعطلتي؟ داوه مسكين راه شفتهم دايين. وهي تقول كون تشوفي حاله سفيان حرق قلبي عليه الله على وليدي. قلت الله يصبره. المهم ماما صبري راسك وهاكي هات البركه عاوني بها وانا غدا نمشي. قالت اويلي على غتمشي سني بعدا غير العزايه يرجعوا. قلت ماما كلمه وحده قلتها يلا بسلامه. خليتها كتعيط وخرجت كنجري كسيريتني شان للدار وبقيت كنفكر حتى نهزت. ومن بعد قررت انه غدا نتعامل معاه نورمال حيت ما درت حتى شي حاجه عليه. كملت سيمانه وكنت خارجه وهو يصوني عليا. قلت الو. قال الو مايا وصوته مخنوق. قلت له اهلا اش اخبارك؟ قال الحمد لله ورا بابا مات عليها كنت غايب. قلت له البركه في راسك اخويا. وهو يقول ما مشى معاك باس اختي. قلت لي وانت كي دايره حالتك دابا؟ قال الحمد لله تخنقت هنا
وما قدرتش نبقى بلا بابا ولا ماما. غدا غادي نجي في حالي. قلت له ان شاء الله يلا حتى نتشوفوا. وقطعت وقلت في خاطري جرب النار اللي دقت منها انا نهار مات بابا وعند ماما وسفيان. من بعد ما خوات الدار من العزاية مشيت ماما عند سفيان باش تشوفه واش خاصها شي حاجة، ولقيته كيجمع في حوايجه وهي تقول له سفيان شفتك كتجمع في حوايجك فين غادي؟ قال سفيان غنمشي باش نقابل خدمتي وحتى انت يا خالتي سيري لدارك خيرك عمري ما غادي ننساه لا يخطيك. قالت له ماما هذا واجب ولدي ولكن راه كاين واحد الاشكال. قال اما هو؟ وهي تقول له ماما باباك وراجلي الله يرحمهم بجوج عند موتهم وصاونا باش نزوجك انت ورونق. قال واش كتقصدي البنت اللي ما كلفاتش راسها حتى باش تجي تعزيني؟ قالت ليه ماما راها جات ولقاتك مشيتي تدفن باباك وفي ماما جلسات انت اللي كنتي غير ساد عليك. قال كون جيتيني قبل كنت غادي نوافق ولكن دابا سمحي لي حيت كنبغي واحد البنت وملي تجي الفرصه نبغيك تمشي تخطبيها ليا. ماما قالت لي انا ما فرضتش عليك بنتي انا غير فكرتك بوصيه باك. باس ليها راسها وقال ارضاي عليا خالتي ولكن سمحي لي راه هاد البنت هي اللي كنبغي وهي الوحيده اللي غادا تسعدني. قالت له ماما الله يسعدك المهم نمشي حتى انا نجمع حوايجي باش نرجع رونق غادا تكون توحشاتني. قال طريق سلامه وسلمي عليها بزاف. مشات ماما جمعات حوايجها وفي الغد شدات الطريق لكازا. كنت ناعسه حتى كنحس بشي ايد كدوز ليا على شعري عرفتها ماما الحبيبه رجعات. قلت الحمد لله من اللي رجعتي لي. وهي تقول ماما وعلا انا عندي عليك لاين. قلت ليها كنت عارفه شحال توحشتك. قالت كنت شوفي انا وانا نقول اليوم غادي ندوزوه غير في الدوران. قالت اكيد غدا نرتاح ونخرج. خرجت ماما ونط انا ندوز. لقيت التليفون كيسوني هزيتو لقيتو امير خليتو كيسوني ومشيت لبست وخرجت. لقيت ماما حتى هي لابسه وخرجت انا وياها مشاتي وغير ديماريت والتليفون بدا كيصوني وكيعاود. وصلنا للمول وهو ما سكتش كان امير كيتصل. قالت ماما جاوبي وانا نقول ماشي شي حاجه مهمه وهي تقول ايوا طفيه. قلت صافي غدا نجاوب ونجي سيري سبقيني. قالت ما بقاش مهم ياك ماشي بركابي هذا. قلت ماما سيري الله يهديك. مشات ماما وجاوب وهو يقول صباح النور. قلت له كيف بقيتي؟ قال الحمد لله على ما عطى الله. وهو يقول اتصلت بيك باش نقول لك راني رجعت الا بغيتي نتلاقاو. قلت انا دابا مع ماما ملي يكون عندي ليك الوقت غدا نعيط لك. قطعت عليه وتبعت ماما ما خلينا حتى محل ما دخلناش ليه بقينا عاطينها للدوران وما رجعنا حتى الليل. وغير دخلت وقلبت التليفون لقيت فيه بزاف ديال لي زابيل والميساجات من عند امير. خليته هكاك ومشيت نعست. ودازت ليام وما بقيتش كنهضر مع امير غير مره مره وخرجنا غير شي جوج مرات وبالزربه كنرجع. ما عرفتش علاش ما بقيتش حملت نشوفه واش داك الحب تحول الحقد ولا كيفاش.